بعد السدود التي أنشئت في دول الجوار وقللت حصة العراق المائية، بدأ التصحر يهدد نهريه. ضعف الخزين المائي جاء نتيجة غياب تعزيز السدود العراقية بسدود إضافية، بالإضافة قلة المشاريع المائية على نهري دجلة والفرات، والذي أثر على الخزين المائي في البلد. على الحكومة أن تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وأن تنشئ سدود على النهرين، وكذلك إقامة البحيرات الاصطناعية من أجل أن يكون خزين مائي كافي، لا سيما تحت التغيرات المناخية، والتي أصبح العراق من خامس الدول الذي سيتأثر بها، وموجات التصحر وموجات الغبار. وزارة الموارد المائية تؤكد على أن السدود العراقية بحاجة لأن تعزز من خلال إنجاز سد مكحول الكبير، والذي وبحسب ما أفادته لقناة التغيير بأنه سيكون كفيلاً بتغيير واقع الخزين المائي للبلد. نحتاج إلى تعزيز هذه المنظومة بسد مكحول وبعض السدود الصغيرة في إقليم كردستان، لغرض أن تكون هذه المنظومة كاملة حتى تلبي احتياجات نهري دجلة والفرات. السد الكبير الوحيد اللي يتم حاليا إنجازه من قبل الوزارة هو سد مكحول، تم وضع الحجر الأساس في الشهر الخامس من العام الماضي. إن شاء الله خلال خمس سنوات مدة إنجاز هذا المشروع يتم إكماله ويدخل في الخدمة. 20 عاما منذ آخر سد تم إنشاؤه في العراق، فبعد إكمال سد الأبيض عام 2002 لم ينجز العراق بعدها حتى سدا واحدا، والآمال تعلق على سد مكحول الكبير. لو بنيت سدود إضافية داعمة للسدود الحالية لما كان العراق تحت تهديد تصحري وتأثر نهريه بالمناخ المتقلب، فالأمر لا يتعدى سوى إنشاء خزين مائي من خلال تشييد السدود. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.